عقبال ما نشوف السعودية كذا في وسط الكشف الجميل هذا. محمد الشيخ ألف مبروك تأهل الأخضر، مبسوط مرة ولا نص نص؟ هذا صار استفتاء ها؟ ولا يعني عندك ملاحظات؟ لا مبروك ومبسوط ونص حقيقة. يعني ما قبل التصفيات أتصور أنا أكثر المتفائلين ما كان يتصور أن احنا نوصل إلى هذه المرحلة وهذه النقطة في 5 انتصارات وتعادل واحد، وهذا معناته أن احنا قاعدين نسير بمنحنى تصاعدي في أفضل ما يمكن عليه الحضور، بدليل أنه حتى في المجموعة الثانية أفضل المنتخبات هو يتشارك مع المنتخب السعودي في ذات الحضور. الأمر الثاني اللعيبة بكل تفاصيلهم احتياطيين وأساسيين، على قولتهم ما عندك غلطة، وهذا يؤكد على أن التحضير للبطولة والعمل على التصفيات والعمل عليها كان عمل دقيق. الأمر الثالث خالد سئل أنه اللاعبين اللاعبين الأجانب السبعة أثروا على المهاجمين السعوديين وبالتالي ما عندنا مهاجمين. أنا برجع في هذه النقطة إلى 2 بس لما كنا في كأس آسيا مع بيتزي في الإمارات، ما كان عندنا ولا مهاجم، كان معانا مهاجم احتياطي محمد الصيعري، وكان بيتزي يلعب فهد المولد وسالم الدوسري وعبد الرحمن غريب. وأحد أسباب بل السبب الرئيسي لعدم التجديد لبيتزي أنه بيتزي لم يخلق حلول هجومية للفريق، رغم أن الفريق كان يقدم مستويات جيدة ويستحوذ بشكل جيد، معناته ان عندنا عمل اعتقد وصلنا فيه الى مراحل متقدمه في يعني ما نصبو اليه من كمال مع هذا المنتخب، وبالتالي نعم انا مبسوط. الامر الاخر الروح المعنويه، كنا نسمع تشويش داخل المنتخب، حروب على شغلات، يا شارك كابتنيه يا قضيه مفتعله بسبب غياب لاعب وحضور لاعب وتاخر لاعب. اليوم الحاله الانضباطيه داخل المنتخب، الروح بين اللاعبين رغم التنافس المحلي، الروح داخل الفريق. أيضا أنت ذكرت قبل شوي قائمة أفضل اللعيبة، لما يدخل لك سالم ويدخل لك صالح ويدخل لك سامي النجعي ويدخل كل هذه الأسماء تؤكد على أننا نملك لاعبين أصحاب قيمة. بالتالي نعم أنا مبسوط، وأعتقد يشاركني الجميع بأن هذا المنتخب يسير نحو النموذجية فيما نصبو إليه في قادم الأيام.